مما جاء عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه وهذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان صفحه ثلاثمية وسبعة وستين من الجزء الثاني رقم الحديث تسعة وسبعين الحديث التاسع والسبعون عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ذي القرنين سائل سال الامير عن ذي القرنين اجابات الامير مفصله اذا اردت ان اقرا كل ما ورد في هذه الروايه الطويله ساحتاج الى عده حلقات لشرحها لكنني ساخذ منها لقطات الروايه طويله الروايه تبدا من صفحه 367 وسبعه وستين انها تستمر الى صفحه 375 وخمسه وسبعين روايه طويله وطويلة جدا لا استطيع ان اقرأها بكاملها ولا اجد وقتا لشرحها سأخذ منها لقطات توضح لكم المطالب المهمه فيما يرتبط بردم ذي القرنين بسد ذي القرنين سؤال وجه الى امير المؤمنين امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بدا يحدث السائل عن ذي القرنين ومن انه كان عبدا صالحا الى التفاصيل التي ذكرها سيد الأوصياء إلى أن قال أمير المؤمنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا هذه هي الأسباب التي ترتبط بالسماء حديثنا عن السماء الدنيا السماء الدنيا زينتها هذه الأجرام السماوية الهائلة أمير المؤمنين هو الذي يقول ثم رفعه الله إلى سماء الدنيا حينما عرضت لكم في بيان مضامين الآيات لم يكن الكلام من عندي إنما لخصته لكم أوجزته لكم بأسلوبي وتعابيري فهذه المضامين مأخوذة من تفسيرهم نحن هكذا بايعنا بايعنا ان نفسر القران بحسب تفسير علي وال علي هكذا بايعنا في الغدير انا لا اريد ان اكون كمرجئه النجف كبتريه الطوسي كمقصره حوزه الطوسي الذين نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ابتداء من الطوسي نفسه والى يومنا هذا. أمير المؤمنين يقول وهو يتحدث عن ذي القرنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الارض كلها فكشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى ابصر ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب في الارض وفي غير الارض فان الله رفعه الى السماء ثم رفعه الله الى السماء الدنيا فكشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها وفجاجها الفجاج ما بين الجبال السهول الاراضي السهله البعيده عن الجبال السهول الاراضي المنبسطه البعيده عن الجبال كالصحاري الواسعه الممتده مثلا نذهب الى فاصل ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض فكشط له عن الأرض كلها كشط أزال الحواجب أزال الغوامض كشف له تفاصيلها هذا المراد من الروايه فكشط له عن الارض ثم رفعه الله الى سماء الدنيا فكشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها وفجاجها الجبال ما ارتفع من الارض والسهول ما من انبسط منها والفجاج ما بين الجبال الوديان وما يلتصق ويلتحق بها حتى ابصر ما بين المشرق والمغرب الحديث هنا ليس عن مشرق الارض ومغربها فقط وإنما عن المشرق والمغرب الذي مر الحديث عنه في آيات سورة الكهف عن مغرب الشمس عن مطلع الشمس وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل وأيده في قرنيه بكشف من السماء ذو القرنين سمي بذي القرنين لأنه ضرب على قرنيه على قرنه الأيمن وعلى قرنه الأيسر وهذا مبين في الروايات لكن الرواية هنا تتحدث عن معنى آخر هناك جهاز جهاز خاص عند ذي القرنين الإمام يحدثنا عنه وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذا جهاز قد يلبسه على راسه او قد يكون في منظومه من المنظومات التي كانت في مملكته وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ستأتي التفاصيل ثم أهبط إلى الأرض كان في دورة علمية وتدريبية كي يرى ماذا يجري في السماء الدنيا لانه سيعطى من الاسباب التي سيستعملها كي تمتد مملكته من الارض الى السماء كان في كورس سماواتي وايده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لقد نزل بجهاز بمنظومه لها قرنان هذان القرنان قد يكونان وسيلتين للارسال او للاستلام أو للاستكشاف أو لغير ذلك الرواية ستحدثنا وأيده في قرنيه بكشف من السماء بوسيلة كاشفة فيه ظلمات ورعد وبرق ثم اهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه ان سر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد أو فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد طويت لك البلاد إنه يمتلك من الوسائل التي يتحرك من خلالها وبواسطتها حركه سريعه ومر علينا مثل ما كان عند سليمان قطعا ذو القرنين تاريخيا كان قبل سليمان وليس بعد سليمان تاريخيا كان قبل سليمان قطعا كان بعد زمان نوح وبعد الطوفان ذو القرنين زمانه بعد الطوفان وبعد الطوفان بمده طويله لكنه قطعا قبل زمان سليمان بمده مديده ثم اهبط الى الارض واوحى الله اليه ان سر في ناحيه غرب الارض وشرقها هل مراد من غرب الارض وشرقها في الارض نفسها او ان المراد من غرب الارض وشرقها هو خارج الارض في السماء السياق بكله يشير الى هذا يشير الى السماء هو سار في شرق الارض وغربها في الارض ولكنه سار ايضا في شرق الارض وغربها في السماء مثل ما قرأت عليكم في الايات من سوره الكهف ثم اهبط الى الارض واوحى الله اليه ان سر في ناحيه غرب الارض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فارهبتهم منك فسار ذو القرنين الى ناحيه المغرب الى ناحيه المغرب الى مغرب الارض فكان اذا مر بقريه زأر فيها كما يزأر الاسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق هذا لا يتناسب مع اساليب الانبياء والاوصياء والاولياء في نشر الهدى على ارضنا هذه هذا يتناسب مع مخلوقات اخرى فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها فهل تبليغ الرسالة لأهل الأرض بهذه الطريقة فكان إذا مر بقرية زأر فيها والزئير هنا ليس بالضرورة أن يكون زئيراً كهذا الذي نفهمه بلغه العرف وانما هو شيء تقريبي يتناسب مع تلك البقاع السماواتيه التي ذهب اليها فسار ذو القرنين الى ناحيه المغرب فكان اذا مر بقريه زار فيها كما يزار الاسد المغضب فينبعث من قرنيه من قرنيه من هذا الجهاز الذي انزل معه من السماء من هناك من المكان الذي كان فيه حيث كانت التقنيات عاليه جدا فجاء بهذه الاجهزه التي يقول عنها أمير المؤمنين وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثم اهبط إلى الأرض بعد أن زود بهذه الإمكانات ثم اهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض غرب الكوكب في السماء وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فارهبتهم منك فسار ذو القرنين الى ناحيه المغرب فكان اذا مر بقريه زأر فيها كما يزأر الاسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. قطعا ليس المراد من قرنيه من قرني جمجمته التي ضربت ذلك وجه من وجوه تسميته بذي القرنين فينبعث من قرنيه هذا الذي عبر عنه امير المؤمنين وايده في قرنيه بكشف من السماء فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ويهلك من ناواه وخالفه بهذه الاجهزه بهذا الجهاز ويهلك من ناواه وخالفه فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له اهل المشرق والمغرب قال امير المؤمنين يقول وذلك قول الله ان مكة كنا له في الأرض هذا التمكين في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنها أسباب السماوات يستمر الأمير صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن التمكين الأرضي وعن التمكين السمائي لذي القرنين في مملكته الأرضية السماواتية حين أقول السماواتية أعني في زينة سماء الدنيا في المجرات والأجرام السماوية خارج الأرض الرواية طويلة صفحة 369 وزاد جبرائيل بن احمد في حديثه باسانيد عن الاصبغ بن نباته عن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذه تفاصيل في الروايه نفسها باسانيد اخرى. الامام يحدثنا عن ذي القرنين وعن صلاحه. وعن قربه من الله ويقول وكان له خليلا من الملائكه كان مصادقا للملائكه فهو من اهل السماء ومن اهل الارض حينما كان في السماء كان على صله بالملائكه وغير الملائكه ايضا من دواب السماء حيث جاء بأجهزة الكشف معه من السماء وكان له خليلا من الملائكة يقال له رفائيل ينزل إليه فيحدثه ويناجيه رفائيل صديق من الملائكة لذي القرنين وكان له خليلا من الملائكة يقال له روفائيل ينزل اليه فيحدثه ويناجيه الرواية فيها تفصيل إلى أن حدث روفائيل في يوم من الأيام ذا القرنين حدثه عن عين الحياة ليست في الأرض إنها في السماء في مكان في هذه المجرات العظيمة رفائيل يحدث ذا القرنين عن عين الحياة فهنا سأل ذو القرنين رفائيل قال: وأين تلك العين؟ وهل تعرفها؟ لماذا سأل عنها؟ لأن رفائيل أخبر ذا القرنين من أن الذي يشرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت فإن ظفرت بها ظفرت بالعين تعش ما شئت هذه هي عين الحياه فرفائيل يحدث ذا القرنين عن هذه العين ليست في الأرض قال واين تلك العين وهل تعرفها قال لا غير ان نتحدث في السماء ان لله في الارض ظلمه لم يطعها انس ولا جان في الارض يعني فيما هو الاسفل من السماء ليس الحديث عن كرتنا الارضيه هذا التعبير السماوات والارض في بعض الاحايين يقصد من الارض الجهه السفلى مثل ما يقصد من السماء الجهة العليا وأنزلنا من السماء من الجهة العليا فالغيوم قريبة منا قريبة من الأرض حينما تصعدون في الطائرات فإن الطائرات تحلق فوق الغيوم بل إذا ما صعدنا إلى الجبال العالية فإننا سنعلو فوق الغيوم وأنزلنا من السماء ماء طهورا من الجهة العالية فيعبر في بعض الأحيان بالسماء عن الجهة العالية داخل الغلاف الغازي مثلما نقول من أن الطائرة تطير في السماء. إنها تطير دون الغلاف في الغازي. في مسافة قريبة من سطح الأرض. ونقول من أن الطيور تطير في السماء. السماء هنا جهة العلو. وكذلك ورد التعبير بالأرض عن الجهة السافلة. ليس دائما يراد من الارض الكره الارضيه هذا موضوع فيه تفصيل لا بد ان نقلب الايات والروايات وانا لا اجد مجالا لذلك قال واين تلك العين هذه العين التي من شرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسال الله الموت فقال ذو القرنين يسال خليله من الملائكه رفائيل واين تلك العين وهل تعرفها قال لا غير اننا نتحدث في السماء ان لله في الارض في الجهة السافلة يعني في اجرام ومجرات السماء الدنيا ان لله في الارض ظلمة لم يطأها انس ولا جان فقال ذو القرنين واين تلك الظلمة؟ لو كانت في الارض لكان ذو القرنين عارفا بها فقد مر علينا قبل قليل من ان الله حين رفعه الى السماء كشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى ابصر ما بين المشرق والمغرب لو كانت هذه الظلمه في الارض لكان عارفا بها لتعلم اسرارها ولعرف احوالها حينما كان في تلك الدوره التدريبيه في السماء فقال ذو القرنين واين تلك الظلمه فقال رفائيل ما ادري ثم صعد رفائيل قطعا بدا ذو القرنين يبحث عن هذه الظلمه نذهب الى فاصل الروايه فيها تفصيل من ان ذو القرنين دخله حزن شديد حزن طويل كما تصف الروايه ذلك لانه لم يستطع ان يعرف اين تلك العين وسعى في الاسباب الى ان عرف موضعها في السماء وليس في الارض وهذا هو السبب المهم الذي لاجله تحرك ذو القرنين في سفرته الفضائيه العظيمه صفحه 371 في جانب من جوانب الروايه الطويله عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد ان استطاع ان يحصل على معلومات مهمه عن موضع تلك العين الامير يقول ففرح ذو القرنين وبعث الى اهل مملكته فجمع اشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم واهل الحكم منهم يعني الحكماء واهل الحكم منهم وربما في الاصل واهل الحكمه منهم واهل الحكم منهم فاجتمع اليه الف حكيم وعالم وفقيه فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأرضين والمفاوس فسار اثنتي عشرة سنة هذه السنون من سني الأرض من سني السماء بالنتيجه الارقام في مثل هذه الاحوال وفي مثل هذه الروايات تاتي بلسان التقريب فسار اثنتي عشره سنه حتى انتهى إلى طرف الظلمة فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء فضاء ولكنها هواء فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء يفور فسد ما بين الافقين فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء اهل عسكره وفقهاءهم واهل الفضل منهم فقال يا معشر الفقهاء والعلماء اني اريد ان اسلك هذه الظلمه فخروا له سجدا فقالوا ايها الملك انك لتطلب امرا ما طلبه ولا سلكه احد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك قال إنه لا بد لي من طلبها ويستمر الكلام هذه المطالب التي ذكرت في هذا المقطع من الرواية العلوية قطعا هي بلسان التقريبي تناسب المتلقي في زمان حديثها في زمان قولها حينما تكلم بها امير المؤمنين ومع ذلك فانها تشتمل على الكثير من المطالب التي لا وجود لها على ارضنا هذه التي نعيش عليها فسار اثنتي عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها إلى آخر ما جاء من كلام في هذه العبائر والجمل حيث قالوا له: ايها الملك انك لتطلب امرا ما طلبه ولا سلكه احد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك قال انه لا بد لي من طلبها وتستمر الروايه في التفصيل الى ان تقول وامرهم ذو القرنين امر الذين ذهبوا معه فهو اختار بعضا ممن رافقه في سفره الى الجهه التي عسكر عندها عند طرف الظلمه نحن لا ندري اين هي في مجرتنا او في المجرات الاخرى نحن لا ندري لكن الايات مع هذه البيانات ايات سوره الكهف مع بيانات امير المؤمنين ومع بيانات أخرى سأذكرها لكم في حلقة يوم غد كل ذلك يشير إلى أننا نتحدث عن الأجرام السماوية خارج الأرض وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في أربعة آلاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره اثنتي عشرة سنة أمر أهل عسكره الذين تركهم عند بداية الظلمة في أي مكان من السماء نحن لا ندري وأمرهم أن يدخلوا الظلمة الذين معه الذين انتخبه إنهم القوات الخاصة التي رافقته وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في أربعة آلاف وامر اهل عسكره الذين رافقوه في السفر قبل الوصول الى هذه النقطه ان يلزموا معسكره اثنتي عشره سنه هل هي من سني الارض من سني السماء من سني المكان الذي كانوا فيه فسنوات المشتري غير سنوات الارض وسنوات المريخ كذلك هي غير سنوات المشتري وغير سنوات الارض وهكذا في كل جرم سماوي. هل الحساب بالسنه الضوئيه بالسنه الصوتيه ام بسنه اخرى؟ هل هي سنه علويه؟ بحسب الثقافه العلويه وقواعد التفهيم العلوي الكلام فيه تفصيل يمكنني ان اخوض في هذه التفاصيل ومن خلال الايات والروايات لكنني لا اجد وقتا لذلك اعطيتكم مثالا في الحلقه الماضيه حينما حسبت لكم سرعه الرخاء وسرعه العاصفه للكرسي السليماني الطائر يمكنني ان اعيد الكره هنا ايضا ولكن بطريقه اخرى تختلف اختلافا كبيرا عن الطريقه التي تقدمت لكن المقام ما هو بمقام تفصيل وتطويل وامرهم ان يدخلوا الظلمه وسار ذو القرنين في اربعه الاف وامر اهل عسكره ان يلزموا معسكره اثنتي عشره سنه فان رجع هو اليهم الى ذلك الوقت فهذا امر حسن والا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم او حيث شاؤوا فقال الخضر الخضر في هذه السفره هو الذي عثر على عين الحياه وشرب منها ذو القرنين لم يعثر على عين الحياه الخضر كان وزيرا لذي القرنين والخضر ايضا سيكون من وزراء الدوله القائميه المهدويه تلاحظون الترابط والرمزيه لم يكن اختياري لهذه الايات ولهذه التفاصيل اعتباطيه نحن نتحدث في الاجواء المهدويه هنا ونحن نتحدث عن ذي القرنين فذو القرنين هو الاخر من الراجعين والخضر خادم في زمان الغيبه لامام زماننا ووزير من وزراء الدوله المهدويه العظمى عند الظهور الشريف فقال الخضر وهو قريب لذي القرنين كما تحدثنا الروايات فقال الخضر ايها الملك ان نسلك في الظلمه لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال اذا اصابنا بالضلال اذا ما احد منا كيف نصنع بالضلال اذا اصابنا فاعطاه ذو القرنين خرزه حمراء عنده اجهزه ذو القرنين عنده اجهزه هذه الاجهزه جاء بها من السماء حينما كان في تلك الدوره التدريبيه الم يكن عنده جهاز كشف له قرنان فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق مر علينا في بدايه الروايه فقال الخضر ايها الملك انا نسلك في الظلمه لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال اذا اصابنا فاعطاه ذو القرنين خرزه حمراء جهاز ولكن ماذا يقول امير المؤمنين كيف يقرب الفكره للمتلقين في زمانه فاعطاه ذو القرنين خرزه حمراء كانها مشعله كانها مشعله كانها وسيله لايقاد النار المشعله هي هذه المشعلة وسيلة لإيقاد النار أو هي وسيلة يستضاء بها المشعلة والمشعل بمعنى واحد فالمشعل والمشعلة إما هي القادحة قادحة النار والتي تسمى مثلا على سبيل المثال بالقداحه او بالولاعه القداحه والولاعه هي هذه القادحه والمشعله او المشعل الذي يستعمل للاضاءه القبس الناري الكلام تقريبي فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كانها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزه هل نحن في فيلم من افلام هوليوود من افلام الخيال العلمي انا اقرا عليكم من تفسير العياشي العياشي كان معاصرا للكليني نحن نتحدث عن زمان الغيبة الصغرى هذا الكتاب أُلف في زمان الغيبة الصغرى فالعياشي كان من رجال الغيبة الصغرى والرواية مروية عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كانها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال انتهى أحدكم فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض فإنها تصيح هذه أجهزة هذه أجهزة إرسال واستلام إنها أجهزة استرشاد هذا رادار رادار يتناسب مع تلك العوالم جهاز فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض فانها تصيح فاذا صاحت رجع اهل الضلال الى صوتها قطعا سيكونون مجهزين باجهزه الامام كيف يصف هذه المضامين انه يصفها باللسان الذي يناسب المتلقين في ذلك الوقت وفيها اشارات تناسب زماننا المتلقي في زماننا يستطيع ان يدركها بشكل تقريبي كما افعل الان والكلام على سبيل التقريب انا لا اعلم الغيب ولا اعلم الحقيقه كما هي هي انه التقريب وحينما اقول انه التقريب لا اعتمد على هذه الروايه فقط انتظروني في يوم غد وما بعد يوم غد ستطلعون على الكثير من التفاصيل من خلال اطلاعي الموسوعي على كل هذه المضامين انني استنتج هذه الاستنتاجات فانا لا اتعامل مع الروايه بما هي هي وكأنها وحدة معرفية متكاملة. أنا لا أستخرج المعاني بهذه الطريقة الشافعية الضالة. أنا أستخرج المعاني بطريقة محمد وآل محمد التي يريدون مني أن أستعملها. إنها طريقة معاريض الكلام وطريقة لحن القول. انا لا نعد الرجل من اصحابنا من شيعتنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول من الذي يلحن له في القول انهم هم يتحدثون عن لحن قولهم عن الطريقه التي يتكلمون بها لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا الامام الصادق يقول اني اتكلم بالكلمه على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج تلك هي معارض كلامهم هذه المعارض لن نصل اليها الا من خلال حفظ حديثهم ومن خلال استخراج قواعد تفهيمهم من نفس حديثهم ومن خلال المعايشه الطويله مع حديثهم وقرانهم المفسر بتفسيرهم ومن خلال المتابعه الدقيقه عبر الموسوعية الشاملة لمعارفهم في قرآنهم وحديثهم حينئذ نستطيع أن نكون ممن يدرك معارض كلامهم هذه مشكلة مرجئية النجف فهم وهذه المضامين على قطيعة تامة لا يدركون معارض كلام محمد وال محمد ولا يتذوقون لحن قولهم لانهم ساروا في منهج بعيد عن منهج محمد وال محمد منهجهم هو هذا هذا الذي اشرت اليه قبل قليل هم الذين يقولون اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هذا هو منهجه اما منهج حوزه الطوسي هو منهج الشوافع ومنهج الاشاعره ومنهج المعتزله لا علاقه له بمحمد وال محمد اطلاقا ولا يضحكون عليكم يقولون لكم من ان الفقه هذا هو فقه محمد وال محمد هذا فقههم فقه مراجع النجف لا علاقه له بفقه العتره الطاهره لا من قريب ولا من بعيد اعود الى الروايه الشريفه فاذا اصابكم الضلال فرم بها الى الارض فانها تصيح فاذا صاحت رجع اهل الضلال الى صوتها حتما عندهم اجهزه استلام وهناك موجات متطابقه هذا جهاز رادار فاخذها الخضر اخذ هذا الجهاز اخذ هذه الخرزه فاخذها الخضر ومضى في الظلمه الخرزه ليست بالضروره ان تكون صغيره في لغه العرب الخرزه قد تكون كبيره وكبيره جدا فلا ينسبق الى اذهانكم من ان الخرزه كخرزه المسبحه مثلا او كخرزه القلاده التي تلبسها المراه الخرزه قد تكون كبيره وكبيره جدا لكنها قد صنعت من نفس الماده التي تصنع منها الخرزه الصغيره فالخرزه قد تكون كبيره وكبيره جدا وقد تكون صغيره كخرزه المسبحه على سبيل المثال فاخذها الخضر اخذ هذه الخرزه اخذ هذا الجهاز الذي وصفه لنا امير المؤمنين من انها خرزه حمراء كانها مشعله لها ضوء وهكذا اخبرنا عنها امير المؤمنين مثلما كان يقول ذو القرنين للخضر خذ هذه الخرزه فاذا اصابكم الضلال فارم بها الى الارض فانها تصيح فاذا صاحت رجع اهل الضلال الى صوتها وقد يكون السر في الصوت نفسه هذا الصوت ربما يبرمجهم من دون اجهزه استلام لربما يصل الى مسامعهم الى جهازهم السمعي الحسي يتحكم بحركتهم ويعيدهم إلى حيث الخرزة الذي لا يعلم أن الرواية صدرت قبل ألف وأربعمائة سنة وأكثر من ذلك أكثر من ألف وأربعمائة لأنها في حياة أمير المؤمنين من شهادة أمير المؤمنين إلى الآن قد يكون أكثر من ألف أعني من زمان الرواية إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الإمام حدث بها الأصبغ ابن نباتة في أول مجيئه إلى الكوفة، وربما حدثه بها في المدينة، ولكن لنفترض أنه حدث من حدث بمحضر ومسمع الأصبغ ابن نباتة في أول مجيئه إلى الكوفة، فإن المدة الزمانية ستكون أكثر من ألف وأربعمائة نحن الآن في سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين الذي يسمعني ولا يعرف تاريخ الرواية يتصور أنني أتحدث عن رواية من روايات الخيال العلمي التي ستمثل في هوليوود في أفلام الخيال العلمي هوليوود يعني الخشب المقدس والخشب المقدس في الثقافة الغربية وحتى في غير الثقافة الغربية هو جزء من مواد السحرة إذا ما عثروا عليه بمواصفات معينه فإنهم يستعملونه للوصول الى الاحلام ومن هنا يقولون عن هوليوود من انها مصنع الاحلام مصنع الاحلام للعاملين فيها ومصنع الاحلام للناس الذين يشاهدون افلامها على اي حال اعود الى الروايه الشريفه فاخذها الخضر ومضى في الظلمه وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين فهما لا يسيران معا لاجل ان يصلوا الى غايتهم الخضر هو الوزير وذو القرنين هو الملك قطعا الاجهزه المهمه ستكون عند الملك ولذا فانه اعطى جهازا من اجهزته الى الخضر الى الوزير فالخضر ذهب يبحث في اتجاه وذو القرنين ذهب يبحث في اتجاه اخر ولذا الامير يقول: وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين ينزل للاستراحه فبين الخضر يسير ذات يوم اذ عرض له واد في الظلمه راى منطقه مميزه فقال لاصحابه قفوا في هذا الموضع لا يتحركن أحد منكم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف ألا تجيبه ثم أجابته فخرج إلى صوتها هذا يعني ان الجهاز هذا ليس فقط لارجاع الذين ضلوا طريقهم وانما يستكشفون من خلاله الاماكن المجهوله التي لا يعرفون حقيقتها فبين الخضر يسير ذات يوم اذ عرض له واد في الظلمه فقال لاصحابه: قفوا في هذا الموضع لا يتحركن احد منكم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزه فرمى بها في الوادي يبدو انه كان على مكان مرتفع كان على جبل فرمى بها في الوادي فابطات عنه بالاجابه حتى ساء ظنه وخاف ان لا تجيبه ثم اجابته فخرج الى صوتها فاذا هي على جانب العين على جانب عين الحياه واذا ماؤها اشد بياضا من اللبن واصفى من الياقوت اصفى من الياقوت اصفى في لونه فكانه بلون الابيض الياقوتي واذا ماؤها اشد بياضا من اللبن واصفى من الياقوت واحلى من العسل فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزه نحو اصحابه أرجعها إلى المكان العالي حيث يقف أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر انهم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسية هل تريدون تعابير اوضح من هذه التعابير ونحن نتحدث عن زمان امير المؤمنين قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة كيف يتكلم أمير المؤمنين في ذلك الزمان عن مثل هذه الحقائق ومر ذو القرنين بعده بعد الخضر فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار الحديث عن نهار الارض ولا شمس ولا قمر اذا هم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسيه بل ربما في مكان بعيد عن مجرتنا عن مجره درب التبانه ما يدرينا ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور طاقة ضوئية فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كان حصاها اللؤلؤ فخرجوا الى ارض حمراء ترابها احمر ورملتها خشخاشه فركه الفركه اللينه والخشخاشه التي يصدر منها صوت حينما يمشي الانسان عليها فلربما لكثره نعومتها فكثره النعومه في الرمال في بعض الاحيان اذا ما سار الانسان عليها تكون سببا لصدور صوت ما الخشخشة هو صوت صادر من شيء فيه يبوسة إلى حد ما وفي بعض الأحيان قد تكون النعومة الشديدة في الرمل مثلا تسبب هذا الصوت فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور طاقة ضوئية ليست كالطاقة الضوئية في أرضنا فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ أرض حمراء والحصى كأنه اللؤلؤ بلون اللؤلؤ إنه اللون الذي يختلط فيه البياض بالصفرة الفاتحة هذا هو لون اللؤلؤ البياض مع شيء مع شيء يسير من الصفره تكون سببا في جمال وزينه ذلك البياض فهذه ارض عجيبه ارض حمراء رملتها خشخاشه فركه لينه وتصدر صوتا عند المشي عليها وربما هذا الصوت من رمالها الناعمه ومن حصاها الذي كانه اللؤلؤ ارض غير ارضنا وضوء غير ضوئنا انهم في مكان بعيد ما وراء الظلمه فقد تجاوزوا الظلمه ودخلوا في مكان فيه نور سفره فضائيه عجيبه يحدثنا عنها سيد الاوصياء نذهب الى فاصل يحدثنا امير المؤمنين بالكثير من التفاصيل الى ان يقول سيد الاوصياء ثم انصرف راجعا ذو القرنين وصل الى ذلك المكان الذي كان مضيئا لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا قمر الى تلك الارض الحمراء التي رملتها خشخاشه فركه كان حصاها اللؤلؤ ثم انصرف راجعا في الظلمه رجع في نفس الطريق فإنه قد تجاوز الظلمة إلى ذلك المكان ثم انصرف راجعا في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم وصلت معكم إلى صفحة 375 من الجزء الثاني من تفسير العياشي انها طبعة مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان وأنا اقرأ عليكم من الحديث التاسع والسبعين الذي بدأ في صفحه 367 هذا هو آخر الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمه، الحديث عن ذي القرنين، والسفرة سفرة فضائية، وهذا التعبير بهذا العنوان الظلمة تعبير حقيقي ينطبق على واقع التكوين من حولنا وهذا امر ثابت علميا في زماننا فان الذين يخرجون من مدار الارض يدخلون في ظلمه الكون خارج الارض ظلام في ظلام هناك ظلمه واجهزه رصد الفضاء التلسكوبات العملاقه التي هي على الارض وحتى التلسكوبات السابحه في الفضاء هناك تلسكوبات سابحه في الفضاء ومنذ زمن ليس قريبا منذ الثمانينات وهناك تلسكوبات سابحه في الفضاء ترصد ما ترصد وتنقل عبر اجهزتها الناقله المرسله الى اجهزه الاستلام الارضي تنقل ما تصوره وما ترصده إلى هذه اللحظة بحسب ما هو معروف ومنشور ومثبت ومثبت فإن الظلمة تنتشر في كل مكان الرواية هذه تحدثنا عن ظلمة الكون ولكن ذا القرنين وصل الى مكان لا ظلمه فيه وقد قرات ذلك عليكم في الحلقه السابقه ومر ذو القرنين الى ان تقول الروايه فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كان حصاها اللؤلؤ مر هذا الكلام علينا لقد تجاوز ذو القرنين الظلمه حتى وصل الى مكان مضيء لكنه يضيء بطاقه اضاءه تختلف عن طاقه الاضاءه التي كانت في الاجرام المضيئه في كل تلك المساحه الواسعه من الكون التي اصطلح عليها في الرواية الظلمة في هذا الكون الوسيع الفسيح الذي يمتد امتدادا هائلا فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة هذه الأيام والليالي بأي حساب بحساب الارض ام بحساب البقاع التي كانوا فيها في السماء ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور لقد وصل إلى مكان في هذا الكون الفسيح يختلف بالكامل عن كون مجرتنا والمجرات التي تليها ربما يقول قائل هذه خرافات هذه روايات ضعيفه بحسب منهج حوزه الطوسي فهذه الروايات مرسله ليس لها من اسانيد فهي ضعيفه قد يقول قائل بهذا القول أنا لا أريد أن أناقش مثل هذه الترهات لكنه بالإمكان أن يقول قائل ذلك لماذا الحديث عن الظلمة وعن ظلمة واسعة ممتدة كيف علم ذو القرنين بذلك وكيف حدثنا امير المؤمنين بكل تلك التفاصيل اذا ما اصطبرتم علي الى اخر الحلقه فانني سارغمكم على قبول هذه الحقائق سارغمكم سارغمكم بمنطق العقل سارغمكم بحقيقه الانصاف العلمي سارغمكم بهذا الاسلوب اصطبروا علي الى اخر الحلقه مع ان الروايه طويله وتشتمل على الكثير من الحقائق والعجائب لكن لضيق الوقت فانني اقتصرت على بعض لقطاتها والا لو انني قرات الروايه بكاملها وشرحتها بكل ما جاء فيها لكان في كل ذلك تأييد للمضامين التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وأشرت إليها قبل قليل على أي حال فإن الرواية أخبرتنا من أن ذا القرنين في رحلته الفضائية هذه تجاوز الظلمه الى هذه اللحظه فان كل ما رصده العلم الحديث رصد ظلمه ممتده في هذا الكون الفسيح الواسع أعود إلى صفحة 375 سأخذ هذه اللقطة وبعد ذلك سأنقلكم إلى جهة أخرى من جهات الحديث ثم انصرف راجعا في الظلمة ذو القرنين فبين هم يسيرون اذ سمعوا خشخشه تحت سنابك خيلهم هل هي خيل ولكن هذه الخيل قد زودت بطاقه خاصه تتناسب مع هذه الرحله ام ان الحديث عن وسائل عبر عنها بالخيل مراعاه للمتلقين فهذه مفردات تتناسب مع عصر الحديث مع عصر هذا الكلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث الذين يحدثهم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة. ثم انصرف راجعا ذو القرنين في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة الخشخشة صوت يصدر في بعض الأحيان من ملامسة شيء ناعم جدا وفي بعض الأحيان من ملامسة شيء يابس جدا مر علينا في وصف الأرض الحمراء التي وصل إليها ذو القرنين فخرجوا الى ارض حمراء ورملة خشخاشه فركه فركه انها لينه جدا ناعمه جدا اقرب لكم الصوره بمثال حسي طحين الذره طحين الذره الناعم جدا بدرجه زيرو بدرجه صفر طحين الذره ماده النشا التي تستعمل في صناعه المعجنات والحلويات هو هذا طحين الذره طحين الذره هو ماده النشا التي تستعمل في صناعه المعجنات والحلويات انها ماده مطحونه ناعمه جدا خذوا مقدارا منها وحركوها بين اصابعكم سيصدر صوت هذا الصوت صوت خشخشه بسبب نعومه الماده وفي بعض الاحيان تكون الخشخشة بسبب يبوسة المادة فما مر من خشخشة في تلك الرملة والأرض الحمراء لأنها رملة فركة فهي ناعمة ناعمة جدا وهنا فإن المكان الذي كانوا يسيرون فيه كان متيبسا متصلبا إنها أحجار كريمة إنها جواهر ولآلي قطعا بحسب تلك البقاع التي كانوا فيها في السماء هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم تحت السنابك، تحت الحوافر، فقالوا: أيها الملك ما هذا؟ فهو صاحب العلم، وهو الذي يملك تفاصيل خارطة الطريق، فقالوا: أيها الملك ما هذا؟ فقال: خذوا منه، خذوا من هذا الذي صدرت هذه الخشخشة من خذوا من هذه المادة خذوا من فمن أخذ منه ندم ومن تركه ندم فأخذ بعض وترك بعض إذا كانت القضية متساوية البعض أخذ والبعض لم يأخذ فأخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمه اذا هم بالزبرجد فندم الاخذ والتارك ندم التارك لماذا لم ياخذ من الزبرجد والاخذ ندم لماذا لم ياخذ اكثر مما اخذ انها صوره عن واقع الدنيا وصوره عن واقع طبيعه التملك عند ابناء الدنيا فهؤلاء هم ابناء الدنيا على حالهم الدنيوي اكانوا في الارض ام كانوا في السماء ما هي هذه السماء الدنيا؟ القوانين هي القوانين والحالات النفسية هي هي، وهم في جيش ملك يريد أن يبسط سلطته وملكه على بقاع الأرض وما يستطيع أن يتسلط بقدرته وبالاسباب التي منحت اليه ان يتسلط على ما يتسلط عليه من بقاع السماء. الحديث عن السماء الدنيا وعن زينتها عن المجرات وعن الاجرام السماويه الهائله عن كوننا الدنيوي السماوي الفسيح الواسع. فقالوا ايها الملك ما هذا حينما سمعوا الخشخشه تحت السنابك فقال خذوا منه فمن اخذ منه ندم ومن تركه ندم فاخذ بعض وترك بعض فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد الزبرجد إن كان الحديث عن زبرجد الأرض يقال له الزبرجد ويقال له أيضا الزبردج يلفظ بهذا اللفظ ويلفظ بهذا اللفظ يقال زبرجد ويقال زبردج هناك تقديم وتاخير في حروف الكلمه ما بين الزبرجد والزبردج انه نوع من انواع الزمرد الزمرد حجر كريم يستخرج من مناجم الجبال هو أخضر مشبع بالخضرة أعني الزمرد براق لماع أتحدث عن زمرد الأرض يستحب التختم به وحدثتنا الروايات عن انه ينفي الفقر اما المتخصصون بالاحجار يتحدثون عنه كثيرا الزبرجد هو زمرد ازرق نوع من انواع الزمرد الحديث عن الزبرجد هنا عن مادة ثمينة الكلام ليس عن الأرض ما ذكرته لكم عن الزمرد وعن الزبرجد والزبردجي وهو حجر كريم بلون أزرق زرقته لامعة براقة وهو حجر يكون صافيا يستعمله الناس في دفع الاحزان والهموم يقولون من انه مجلب للفرح اذا ما حمله الانسان معه في خاتم في قلاده في جيبه اذا ما كان موجودا معلقا في البيوت الى غير ذلك يقولون من أنه يطرد الأحزان والهموم ويجلب الفرح يجلب الفرح والسرور هكذا يقولون لا شأن لي بهذه التفاصيل هذا هو زبرجد الأرض نحن نتحدث عن سفر في السماء عن رحلة في الفضاء فالزبرجد هنا مادة ثمينة فلما خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد فندم الآخذ والتارك ورجع ذو القرنين الى دومه الجندل انها منطقه في الشام في بلاد الشام وتحديدا في سوريا باتجاه السعوديه باتجاه جزيره العرب ورجع ذو القرنين الى دومه الجندل وكان بها منزله فلم يزل بها حتى قبضه الله اليه للروايه بقيه لكنني اكتفي بهذا الذي عرضته بين ايديكم في الحلقه الماضيه وفي هذه الحلقه نذهب الى فاصل ما عرضته لكم من لقطات اقتطفتها من حديث امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه لنا الاصبغ ابن نباته من الجزء الثاني من تفسير العياشي ما عرضته لكم لم يكن قصدي منه ان احدثكم عن ذي القرنين بما هو هو لو كان مقصدي هذا لطولت الحديث عن ذي القرنين انما اردت ان اعرض لكم وسيله ايضاح مصغره تقرب لنا الفكره عن الدوله القائميه المهدويه فذو القرنين هذا كان في قديم الزمان لكنه سار في الفضاء وانتقل وسافر سفره طويله حتى انه تجاوز الظلمه انها الظلمه الممتده من حول مجموعتنا الشمسية في جميع الاتجاهات. إلى هذه اللحظة رغم ما وصل إليه العلماء من علم واطلاع لكنهم لا زالوا محبوسين في هذه الظلمه بحسب الروايه فان ذا القرنين تجاوز الظلمه وكان يمتلك من الوسائل والتقنيات التي مكنته ان يسير تلك المسيرة الطويلة مع عدد هائل من قواته وجيشه، قطعا انهم قوات النخبة الذين جهزهم لهذه الرحلة الفضائية والا فانه قد ترك جيشه الكبير عند حدود تلك الظلمه مثلما قرات عليكم في الروايه العلويه الشريفه في الحلقه المتقدمه في الليله الماضيه خلاصه القول ما حدثتكم به عن ذي القرنين في اللقطات التي اقتطفتها من الروايه العلويه الشريفه وهي روايه طويله مبسوطه الهدف من ذلك المقصد من ذلك اني اقرب لكم الفكره عن عظمه الدوله القائميه المهدويه فذو القرنين في ذلك الزمان البعيد كان ممتلكا لكل تلك التقنيات التي جاء بها من حضارات السماء هو لم يخرج عن حدود السماء الدنيا فان الله رفعه الى السماء الدنيا هكذا جاء في حديث أمير المؤمنين لما كشط له عن الأرض وكشف له أسرارها وأعطاه ما أعطاه إنها الإمكانات التي توفرت له حيث ارتفع وحيث وصل إلى مكان في السماء الدنيا في هذه المجرات الهائلة الواسعة حيث كانت التقنيه متطوره جدا قد تستغربون وتقولون في ذلك الوقت كان الانسان في الارض في ارضنا هذه كان متخلفا فما علاقه هذا بهذا الارض جزء من السماء الدنيا ففي ذلك الوقت كانت الحياه متخلفه وفي وقتنا هذا يمكن ان تكون الحياه في جزء بعيد عنا في هذا الكون يمكن ان تكون متخلفه ايضا ويمكن أن تكون في حضارتها متقدمة وسابقة لما عليه الإنسان في الأرض فما علاقة هذا بهذا الكون العظيم الواسع والذي يقدر العلم الحديث يقدر بداياته الى مليارات من السنين الى مليارات من السنين انا لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل التي يمكن ان تقبل ويمكن ان ترفض ولست بصدد قبولها ولا بصدد رفضها الا ان كوننا لم يتكون قبل الف سنه او قبل عشره الاف سنه كوننا اقدم من ذلك بكثير ونحن ايضا في ارضنا ما نحن الاقدم نحن جيل متاخر نحن الذين نشانا من ابينا ادم وامنا حواء نحن جيل متاخر الاف من السنين فأرضنا قديمة. أرضنا قديمة بقدم الزمان الدنيوي. لا أتحدث بالمصطلحات الفلسفية والكلامية. أتحدث بالمضامين اللغوية. فأرضنا قديمة وسماؤنا سماؤنا الدنيوية قديمه ومجرتنا مجره درب التبانه هي الاخرى قديمه كوننا قديم ونحن جيل طارئ حديث على هذه الارض في بدايات جيلنا كانت الحياه متخلفه وبعد ذلك تحركت الهوينه شيئا فشيئا الى ان بدا العصر الذي يسمى بالمصطلح العلمي المعاصر بالعصر الكوبرنيكوسي حينما بدا العصر الكوبرنيكوسي سأعود إلى هذا العنوان في الحلقات القادمة، نحتاجه، نحتاجه كي نتحدث عنه. لما بدأ العصر الكوبرنيكوسي دخلنا في عصر السرعة العلمية، تحرك العلم سريعا إلى أن وصلنا الى معجزات العلوم المعاصره التي نعيش فيما بينها ونتمتع بفوائدها ومنافعها العظيمه فمثلما كانت الحياه في بدايه جيلنا الادمي الحوائي كانت بسيطه متخلفه فهناك جهات أخرى في هذا الكون الحياة فيها متقدمة وذو القرنين زمانه قديم قبل سليمان النبي وقبل دولة سليمان النبي لكنه صعد الى السماء الى البقاع التي كانت اكثر تحضرا وجاء بالوسائل المتحضره لان الله سبحانه وتعالى مهّد له الاسباب مهّد له الاسباب في الارض ومهّد له الاسباب في السماء نحن لا نستطيع التواصل مع تلك البقاع ومع تلك الحضارات ومع تلك المخلوقات في هذا الكون الفسيح لاننا لا نمتلك الاسباب التي كان يمتلكها ذو القرنين والمشكله فيما بيننا وبين تلكم المخلوقات مشكله البعد لا نستطيع ان نتواصل معهم ولا يستطيعون ان يتواصلوا معنا هذا ما اعتقده اقرب لكم الفكره في هذه اللحظه وانا في هذا البث المباشر حينما اتكلم هذه الجمله التي اتكلمها الان وحينما احرك يدي انكم في بيوتكم عبر اجهزه التلفزيون لا تشاهدونني في اللحظه نفسها فان صوره تاتيكم متاخره لعدد من الثواني فانا اتكلم الجمله الان لكنكم لا تشاهدونني الان وانا اتكلم الجمله السابقه بعد ثوان تصل صورتي اليكم لماذا لا تصل الصوره في اللحظه نفسها المسافه البعيده فيما بيني وبينكم وهذه الصوره بحاجه الى انتقال اليكم عبر الوسائط الموجوده بالنتيجه هناك عمليه انتقال هناك عمليه سفر فصورتي تسافر من الاستوديو هنا عبر الوسائل التي تسافر فيها حتى تصل اليكم فإنها تحتاج الى زمن معين وهذا يختلف من مكان الى مكان فجهاز التلفزيون اذا كان في شرق الارض او كان في غربها او كان في دوله قريبه او كان في دوله بعيده وقت وصول صورتي الى هذه الاجهزه في البث المباشر سيكون مختلفا عمليه انتقال فصوره تسافر من هنا من استوديو قناه القمر الى بيوتكم تحتاج الى وقت فانا اتكلم الجمله واحرك يدي لكنكم لا تسمعون الصوت ولا تشاهدون الصوره في الثانيه نفسها في الجزء من الثانيه نفسه لا بد من وقت يمضي حتى تصل الصوره وحتى يصل الصوت الى اجهزتكم اذا كانت المسافات شاسعه فيما بيننا وبين دواب السماوات فيما بيننا وبين الحضارات المختلفه في هذا الكون الوسيع والفسيح الممتد اذا افترضنا انهم عبر وسائلهم وعبر اجهزتهم يريدون ان ينظروا الى ارضنا اذا كانت المسافات شاسعه جدا وكان الحساب باعداد هائله من السنين الضوئيه فلربما يشاهدون الان اذا ما وجهوا اجهزتهم الى الارض ربما يشاهدون الان الطوفان في زمان نوح وربما يشاهدون الان السبيه البابليه ليهود فلسطين وربما يشاهدون الان اصحاب الكهف وهم يستيقظون من نومهم العميق الطويل وربما يشاهدون الان السيده مريم تحمل عيسى المسيح بين يديها وتشير الى زعماء اليهود باشاره الصائمه ان كلموه وهو الذي يجيبهم وربما 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 قطعا واقعه اصحاب الكهف كانت بعد ولاده المسيح لكنني اتحدث عن بقعه هنا وعن بقعه هناك بحسب بعد المسافه عن ارضنا وربما يشاهدون في هذه اللحظه الثوره الفرنسيه وحيث هجم الفرنسيون على سجن الباستيل وربما يشاهدون احداث الحرب العالميه الثانيه وربما يشاهدون المصريين يعبرون قناه السويس وربما يشاهدون الجماهير الايرانيه سنه الف وثمانيه وسبعين وهي تجبر الشاه على الفرار وربما يشاهدون صداما يغزو الكويت وربما وربما هذه المسافات الشاسعه التي فيما بيننا وبينهم هي التي تمنع التواصل فيما بين عالمنا وبين عالمهم في زمان الدوله القائميه المهدويه فان الاسباب ستختلف وان القدرات التي ستوفرها الحضاره القائميه المهدويه لاهل الارض ولسكان السماوات تسمح لهم بالتواصل ضمن هذا البرنامج والمشروع العملاق فحينئذ نستطيع ان نراهم ببث مباشر ونستطيع ان نصل اليهم وهم يستطيعون ان يشاهدون عبر البث المباشر ويستطيعون ان ينتقلوا الينا ان يسافروا مر علينا في قضيه ياجوج وماجوج كيف يصلون الى الارض وهم امه متخلفه فان التطور سيصل اليهم حتى مع تخلفهم حتى مع انهم مسجونون ومحبوسون بذلك الردم والا كيف سيصلون الى الارض يحتاجون الى وسائل كيف سيصلون الى البقاع السمائيه الاخرى يحتاجون الى وسائل هذا يعني ان الاسباب ستختلف مرادي من الاسباب المصطلح القراني الذي جاء مذكورا في سوره الكهف في قصه ذي القرنين انها الوسائط والوسائل والاجهزه والامكانات والمعلومات والقدرات والطاقات والمواهب التي ستتفتق بشكل عجيب على مستوى الافراد في البنيه الجسديه وعلى مستوى العقول في الادراك والعلم والثقافه وعلى مستوى الحواس في السمع والرؤيه وهكذا في سائر التفاصيل الاخرى طبائع الحيوانات ستتغير وهذا الموضوع ساعود اليه انما ذكرت ما ذكرت هنا على سبيل الامثله هذه موضوعات واسعه لو كان المقام مفتوحا للحديث في كل هذه التفاصيل لحدثتكم وحدثتكم وحدثتكم لكنني لست مهووسا ولست مهتما بمثل هذه التفاصيل انما اشير الى بعضها استطرادا على سبيل المثال كي اصل الى غايتي غايتي اريد ان اصل بكم الى عظمه المشروع المهدوي العملاق اريد ان اصل بكم الى هذه النقطه كي تغادروا مسار التقزيم مسار حوزه الطوسي مسار حوزه الاقزام هؤلاء اقزام في عقولهم اقزام في ادراكهم هؤلاء اقزام في دينهم هذا هو دين التقزيم انه دين المقصره انها عقائد البتريه التافهه انها العقائد المرجئيه الضاله منهج مرجئي بتري تقصيري ضال تافه اتحدث عن منهج مراجع حوزه الطوسي في النجف هدفي من طرح هذا الموضوع اريد ان اضع بين ايديكم ملامح عظمه المشروع المهدوي الاعظم كي تغادروا حاله التقزيم التي علمتكم إياها حوزة النجف، حوزة السفاهة والسفهاء، نذهب إلى فاصل